شكرا لفضيلة مولانا سماحة سيدي سيد محمد عبد اللطيف بالقايد على دعوته لنا وعلى إقامته هذه السنة الحسنة في الدروس المحمدية والتي تعتبر موسما ثقافيا لدولة الجزائر، وهي تمثل سماحة الإسلام ويسر الإسلام ورحمة الإسلام والفهم الصحيح لدين الإسلام ولعقيدة الإسلام. نأتي دائما لنشرف بالحضور إلى هذه الدروس، وفي هذا العام الدروس تتحلى بعنوان ضوابط التفسير ومدارس المفسرين، فهي تعتني بالقرآن الكريم وبتفاسير القرآن الكريم. واستمعنا بالأمس إلى محاضرة مولانا الأستاذ الدكتور أسامة الرفاعي عن ضوابط التفسير وعن نشأة التفسير وعن أنواع التفاسير وعن اختلاف العلماء في فهم النصوص والترجيح بينهم، وكانت محاضرة قيمة استمتعنا واستفدنا بها واستفاد بها أبناء الزاوية والفقراء.
واليوم استمعنا إلى الدكتور حسام الدين فرفور، وتحدث أيضا عن التفسير وعن كلام أهل الله في التفسير وعن الإشراقات والإلهامات التي تأتي لعباد الله من فهم معاني القرآن الكريم. واليوم وبعد قليل سأتحدث عن آية كريمة من كتاب الله، وهي: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لنؤكد على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين، قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذه الرحمة شملت جميع الأكوان والعالمين، جمع عالم، وهو عالم الإنس وعالم الجن وعالم النبات وعالم الجماد والحيوان. كل هذه العوالم شملتها رحمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وندعو الله لهذه الدروس أن تستمر لتكون منارة للعلم في العالم الإسلامي أجمع. وندعو الله لمولانا سيدي الشيخ عبد اللطيف القايد بالصحة وطول العمر، وأن يبارك الله له في زاويته وفي أولاده صلبا وعهدا، وأن يبارك في جميع حضور علماء العالم الإسلامي، وأن يبارك الله فيهم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. فأحمد الله عز وجل أن يسر لنا فرصة اللقاء في هذه الزاوية البلقائدية الهبرية، وفي هذه الروضة المحمدية، للمشاركة في تظاهرة الدروس المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية، دروس وفي هذه المجالس، وهي مفخرة في الحقيقة للعالم الإسلامي عموما وللجزائر خصوصا. سليم الذي يتحلى أو يمكن أن يعبر عنه بالوسطية الإسلامية التي دعا إليها الإسلام ورسخها، وعليه نشأت عملية تبليغ هذا الدين وتربية الأجيال. أما بالنسبة للمؤتمر ومسائل التفسير واختلاف المفسرين وأنواع أو أقسام أو كذا تتعلق بالتفسير، فمما لا شك فيه أن التفسير في مدارسه هو تبع للمدارس الفقهية، والمدارس الفقهية نشأتها بحسب طبيعة النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. فهناك نصوص محكمة في الدلالة، قطعية الدلالة، وهناك نصوص فيها احتمالات لأعداد كثيرة من المعاني. فلما احتمل النص أكثر من معنى تجلى هذا الاختلاف في الاحتمالية النص للمعاني المتعددة في المدارس الفقهية من حيث الأحكام. واندرج هذا أيضا على النص القرآني في القصص والأمثال وفي قضايا العقيدة وما شابه ذلك، لكن أكثر في آيات الأحكام، آيات الأحكام، لأن منها يستمد الحكم الشرعي الذي يتعلق بأفعال المكلفين. وبالتالي تنوع الاحتمال في النص، لأن النص يحتمل، فتنوعت الفهوم. وهذا من مقصد، هو مقصد كبير وعظيم عند الشارع، أن يكون النص محتملا لأكثر من معنى، لأنه يحتضن معنى ما جعل عليكم في الدين من حرج، لأن احتمالية النص لهذه المعاني تؤدي إلى فهمات مختلفة، وبالتالي يؤدي الاختلاف إلى رحمة. هذا المعنى الذي تكرسه هذه الندوة في هذه السنة التي تتحدث فيها عن التفسير وعن مدارسه وأقسامه وأنواعه ونتائجه. ونسأل الله عز وجل التوفيق والقبول، وأن يجزي خيرا سيدي الشيخ محمد عبد اللطيف القايد خيرا على ما قام به ومعه.